صباح الخير يا باسنت، وربما كلنا متابعين يعني حرب العملات اللي بتحصل أو بتدور رحاها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. كلنا عارفين أن من الحرب العالمية الثانية وكان في بشكل كبير جدا تضارب ما بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية ما بينهم. الحرب دي ربما اكتملت الأيام دي في الأزمة الروسية الأوكرانية. اللي حصل بطبيعة الحال أن الدولار الأمريكي النهاردة بيساوي 1 يورو. سمعنا كمان أن الدولار الأمريكي قل، يعني اليورو كمان تراجع عن سعر الدولار. الكلام ده بيشكل أزمة خطيرة جدا 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 بالنسبة لمعسكر الغرب من حيث الاقتصاد. ده بيحصل لأول مرة من 20 سنة. محدش في الدنيا كان يصدق أن أسعار الطاقة وأسعار الغذاء يكون فيها هذا التضخم الكبير اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية أو في ألمانيا أو في دول أخرى من المعسكر الأوروبي. ربما إحنا من الدول اللي تأثرت بده، عشان كده الدولة من أول يوم كان عينيها على الأسر الأولى بالرعاية، إزاي إن الأسر دي ما تتأثرش بهذه الأزمة، أو إن التأثير ده ربما يكون محدود، علشان كده كان في حزبة من المساعدات الحكومية شفناها، ربما تم إضافة 450 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة على هذا الأساس. بمعنى آخر إحنا قدام أزمة مالية عالمية ومصر جزء من هذه الأزمة. احنا بالظبط احنا لسنا بمنأى عما يحدث في العالم، وبرنامج تكافل وكرامة في الحقيقة هو من أهم البرامج اللي ساعدت أسر كتيرة جدا في خلال الأزمة دي. خلي بالك احنا مش بنتكلم عن عدد قليل، احنا بنتكلم عن 4 مليون أسرة و100 ألف أسرة، يعني 4 مليون و100 ألف أسرة منهم أسر، يعني في منهم عدد من مواطنين، يعني انت بتتكلم على حوالي مجموع 17 مليون مواطن بياخد دعم نقدي كل شهر من تكافل وكرامة. طبعا ده غير برنامج مسطورة اللي بيوفر تمويل لمساعدة المرأة المعيلة وغيرهم كتير من البرامج اللي هدفها الأساسي هو رفع مستوى معيشة المواطن ودعم الفئات الأولى برعاية. طبعا هتقول لي علاقة اللي بيحصل في العالم بالتكافل وكرامة، وانت يعني ايه علاقة انك تقول ان في ازمة مالية عالمية وانت في مصر هنا بتدي مساعدات؟ هقول لك لا، انت هنا دولة عندك في الوقت اللي فيه الدول ربما بتقلص الدعم وبتقلص المنح وبتقلل من برامج الرعاية سواء الصحية او الغذائية. ده بيحصل في مصر بشكل كبير وبشكل منظم، وده حقيقي على فكرة، ومنظمات دولية بتتكلم على هذا الامر. ومش بس كمان الفئات الاولى بالرعاية اللي بنتكلم عليها، لو تفتكري يا باسنت سيادة الرئيس في بداية الأزمة ربما وجه بإصدار أضخم حزمة قرارات حمائية للشعب المصري قيمتها 130 مليار جنيه. أنا بتكلم في رقم ضخم جدا يا جماعة، 130 مليار جنيه. الحزمة الحمائية دي اتنفذت بالفعل في أول إبريل اللي فات، تم تخصيص فيها حوالي 190 مليار جنيه لزيادة المعاشات بس، ده بند. وفي نفس الموضوع حصل ده أيضا في زيادة الأجور، في زيادة العلاوات، في زيادة الرواتب، تمام. كمان أيضا تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للناس اللي بتشتكي من الضرايب بنسبة 25%. يعني الدولة المصرية بتشتغل رغم إن في ضغوط عالمية، ده اللي إحنا عايزين نقوله. ده حقيقي، يعني كمان سيادة الرئيس أصدر توجيه بإنه يتم تأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور، وده عشان نخفف على الناس في الظروف اللي بتحصل، وطبعا تقليل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على قدر الإمكان. تتمنى إنه في القريب العاجل إن شاء الله الأزمة دي تنتهي وترجع كل حاجة تاني زي الأول، وترجع اقتصاديات العالم تاني تتعافى مرة أخرى، ويعني نقدر نشوف في الفترة الجاية إن شاء الله تحسن إن شاء الله في اقتصاديات العالم. بنتمنى إن ده يحصل. هو كده كده الأزمة مستمرة، وإحنا يعني شايفين إن في حرب تكسير عظام زي ما بيقولوا ما بين مش الروبل بس، أنا بتكلم على معسكر الشرق بشكل عام، يعني الروبل واليوان وخلافه ضد اليورو والدولار طبعا بطبيعة الحال. اللي حصل ده على فكرة مؤشر خطير. أنا برضو عايز بس أكد نقطة بس قبل ما نختم، أن اليورو يتراجع عن سعر الدولار دي حاجة ما كانش حد يتوقعها خالص. اقتصاد الاتحاد الأوروبي بس أنت كان في حد ذاته اقتصاد قوي جدا، وطول عمره من ساعة ما كلنا عارفين يعني كان سعر اليورو أعلى من سعر الدولار، لكن طبعا ارتفاع أسعار الغاز العالمية وعدم التيقن من أن روسيا هتديهم غاز، ده اللي خلى سعر اليورو ينزل وسعر الروبل الروسي ربما. لكن احنا بنتكلم كمان ان الدولة مهتمية بالقرى الاكثر احتياجا، وده من خلال طبعا برامج حمائية لهذه القرى والعائلات المحتاجة، والدولة مركزة كويس قوي على يعني
تصحيح الأوضاع معاهم وأنه بنهتم بيهم أكتر وأكتر. يمكن ده شفناه النهاردة في دخول أكتر من 450 ألف أسرة في برنامج تكافل وكرامة. على كل حال إحنا بنتمنى أكيد الفترة الجاية أن كل حاجة تبقى أحسن، وبنتمنى لكم يوم جميل. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.